تظل الأمنيات بعودة دراما سودانية ومسرح وسينما، وبالتأكيد إحنا ما بنحتاجهم بس زي ما دايما بنقول من أجل الرفاهيات، من أجل التعريف بينا. يعني إحنا عرفنا الغرب وثقافته من المصدر لنا من أفلام ومسرحيات أو مسلسلات، لذلك نحتاج أن نعرف العالم بينا. إحنا نتواصل معكم متابعينا عبر 24 جراد وعبر ركن الفنون، وصلنا معكم إلى حوار ركن الفنون، وواحد من التجارب الشبابية المميزة اللي بتحاول تقدم فن يناسب المتلقي السوداني المعروف أنه هو مختلف يعني ولن يقبل أي شيء بسهل. الفنان الشاب مرغني دونتاي، مرحب بك، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك ياسمين عبد النبي. في البداية سعيد جدا بأول إطلال على قناة سودانية 24، ونتمنى أنه مع بعض نقدم ما يليق بالأذن السوداني وأذن المجتمع السوداني. وزي ما أنت قلتي أنه المجتمع السوداني المتلقي يعني في الغنى بالذات ما بيجامل المستمع الحقيقي. طبعا صحيح، المتلقي او المستمع السوداني او المشاهد الان الاغنيه بقت مشاهده يعني، وده حكم جديد عليكم يعني، لانه برضو يجب ان تلتزموا باشياء كثيره، والا المجتمع يعني طوال هيهاجمكم في الشكل، في اختيار الكلمه صحيح المناسبه اللي هي واللحن المناسب من ناحيه ذوقيه. يعني الكلمات ما تكون، بيقول لك الغنى الهابط والغنى صحيح الرصين، ايوه الرصين، الكلمات المميزه. نعم، نحن حنسمع. طيب حنسمع شنو؟ نسمع جرحي القديم. نعم. كلمات والحان علاء الدين شريف. ارسل له تحيه من هنا وان شاء الله تنال الاعجاب. ان شاء الله، تفضل. انت يا جريحي القديم، انت يا جريحي القديم، لا بتغرى لا بتغرى لا بتنوم، ديما تنزل ما بتجيب، ديما بتفتح الأحزان من غير لزوم، بتفتح الأحزان من غير لزوم. شوف السنين انت زان في هوا، شوف السنين بيناتنا عدو، انت زان في هوا، كل يوم بيصبح عليك أتمنى لو يصبح معاه، كل يوم بيصبح عليك، أتمنى لو يصبح معاه، أخلصت له عهد زمان نساه، أخلصت لا ولا عهد، هو عهد زمان نساه. Yeah.
تطيب أو حتى تبرع. لم تكن كمان أصبر عليك تملاني الشوق تقتلني حزرا. قل لي إيه أعمل معاك عشان تطير أو حتى تبرع. لم تكن كمان أصبر عليك تملاني الشوق تقتلني حزرا. يكفيك من ماضي وذكرى انسى ودل نسيان بفيدة. يكفيك من ماضي وذكرى انسى ودل نسيان بفيدة. يكفيك من انسى ودل نسيان بفيدة. يكفيك من ماضي وذكرى انت يا دلحي القديم. شكرا لك يا مرغني. يمكن احنا جوا الاستديو لما جاء داخل هو واصحابه ملأوا المكان تأدبا واحتراما وتواضعا, ورغم صغر سنهم الا انهم استطاعوا انه يكسبوا احترام الجميع. ودي واحده من الاشياء اللي بتقول انه السودان فيه خير يعني, وانه الجيل ده الجيل القايم والشباب وهو صغير في عمره يعني وكبير في مقامه يعني حقيقه استطاع انه يكسب احترام الناس تأدبا وتواضعا, ومن بعد ذلك طرحه لنفسه من خلال فنان يقدم ما يناسب المجتمع ووعيه العالي. طيب اختياراتك للقصائد يا مرغني كيف بتكون؟ والله طبعا الاختيار بيكون للكلمة على حسب النوعية اللي انت ذات تتناولها من الأغاني. نعم. اللي بتحسها. أيوة طبعا. بعد ذلك الحياة دي بتطلب أن يكون عندك خلفية شعرية, يعني أنك أنت بتقرأ شعر أو صح. بتسمع أغنى صح. أو تفهم متطور أو بتميز لونية معينة من صحيح يعني صح. من نوع الغنى ذاته يعني مثلا يا فنان مثلا جذبك اللي بطريقته أنت مثلا ماشي عليه نهجها. نعم. اللي هو أنت منو من الفنانين اللي جذبك؟ الاختيار. والله كثير من الفنانين يعني يمكن يكون أقرب أقرب فنان لقلبك. أقرب الفنانين لقلبي مفتاح صباحي برسل له تحية من هنا أستاذ محتز له تحية هو والإحترام. صديق شخصي يعني بيني وبينه علاقة طيبة جدا وملحن لي أغنية كان مفترض تسجل لكن إن شاء الله حننتظر إن شاء الله. نعم محتز من الفنانين الكبار. نعم. وهو برضو بدأ بدايات قوية وبمدرسة مختلفة طبعا. يعني وبرضو نفس الطريق يعني التواضع والتأدب في حضرة الناس. طيب متين أنت قررت أنك تكون فنان وتطلع منصات وردت فعل ناس البيت كانت كيف؟ طيب البداية يمكن تكون من ما دخلت جامعة الخرطوم. أنا في جامعة الخرطوم مدرسة العلوم الإدارية. نعم جميلة والمستحيلة. أيوة نعم. مميزين التعليم الأكاديمي السوداني جامعة نعم. الخرطوم. البداية بتاعت إنه أنا قررت إنه أبقى فنان أو يعني أبدأ المسيرة في موضوع الفن كانت من جامعة الخرطوم, لكن قبلها كانت عبارة عن هواية اللي هي في 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 في, في مدارس أساس في الثانوي كده. ناس البيت كيف كانوا بيتعاملوا معه؟ أيه نظرة ناس البيت طبعاً مبدئياً كده أنا كزول مثلاً مميز أكاديمياً كنت من الناس في الفصل المميز جداً مثلاً في الأساس كنت الأول الثاني الأول الثاني ما أطلع منه. نعم. فالحمد لله لحد ما دخلت جامعة الخرطوم هم طبعاً بتمنوك إنك أنت تكون مميز. طبعاً. طبعاً أكاديمياً. أكاديمياً بعد ذاك الجوانب الثانية دي يمكن تأثر عليك. يعني بدل ما تغني أمشي أقرأ. أيوة. خلي الغنى وكذا. أيوة.
لكن الآن أنت بلطف شديد جمعت بيناتهم يعني الاثنين. نعم خلينا نسمع حاجة تانية. جدا نسمع شنو؟ نسمع أبوك يا مكة. يا سلام. كلمات وألحان الجميل صديقي الطريفي محمد عظيم الطريفي المسكتابي، رسل له تحية من هنا و... مساء الخير عليه. والتحية كمان للجميل إبراهيم أبو مكة اللي هو المكتوبة فيه الأغنية. يا سلام. أتمنى أنه تنال إعجابه إن شاء الله. نعم اتفضل. كتير قالوا نحنا مطولين لسناتهم، وكم كم قالوا حاتم في كرم فاتهم. أيوم ضحك الخيول فوق الجمع لماتهم، فجينا العجاج ما لقينا غير نعلاتهم. قالوا الحديث تلك سيفك في الرقاب انشكى، رهيم ابوك يا مكة. قربت فيه وما بتشكى، رهيم ابوك يا مكة. صقرا في المحاصات ركة، قربت فيه وما بتشكى، رهيم ابوك يا مكة. صقرا في المعارك ركة، لا بتفكى، رهيم ابوك يا مكة. مساح الحرس واديه، رهيم ابوك يا مكة. صاحب فرغ مبخاويه، مساح الحرس واديه، رهيم ابوك يا مكة. صاحب فرغ مبخاويه، رهيم ابوك يا مكة. الحديث تلك سيفك في الرقاب بنشكى، رهيم ابوك يا مكة. سيفك للرقاب نساء، رهيم ابوك يا مكة. لا بتضطر لا بتخاف، سيفك للرقاب نساء، رهيم ابوك يا مكة. لا بتضطر لا بتخاف، رهيم ابوك يا مكة. عروف المكارم شيمو، رهيم ابوك يا مكة. عدو كلهم مبيمو، اما عروف المكارم شيمو، رهيم ابوك يا مكة. عدو كلهم مبيمو، الله يديم، رهيم ابوك يا مكة. الحديث تلك سيفك في الرقاب بنشكى، رهيم ابوك يا مكة. هواك الاروش المتخمي، رهيم ابوك يا مكة. غنيت فيك وجريت نمي، هواك الاروش المتخمي، رهيم ابوك يا مكة. غنيت فيك وجريت نمي، رهيم ابوك يا مكة. نادوا لي اخوك يا موسى، رهيم ابوك يا مكة. راسم كلمتك مدروسة، نادي لي اخوك يا موسى، رهيم ابوك يا مكة. راسم كلمتك مدروسة، يوم الناس تعال حسوسة توقيده بدعوسة، رهيم ابوك يا مكة. الحديث تلك سيفك في الرقاب بنشكى، رهيم ابوك يا مكة. الخواك ما
بتخزلو رأي مبوك يا مكة صاحبك بفهم بتعزلو قتل خواك ما بتخزلو رأي مبوك يا مكة صاحبك بفهم بتعزلو العشمان ومنع الجزلو نجمو القايلو بتنفذلو رأي مبوك يا مكة قالوا الحكي ستلك كسيف بالرقاب الشكة رهيم أبوك يا مكة رهيم أبوك يا مكة. فنان مرغني دونتاي والأغنية دي برضو عمل خاص وعايزة يعني أقول طلب خاص لنجود معدة البرنامج نجود طارق يا نجود لازم تستضيفي لنا إبراهيم أبو مكة ده اللي كتبوا فيه الأغنية دي عشان نعرفه يعني لأنه ده ما راجل سهل ومفروض نقدمه للمجتمع. شكرا لك وشكرا للشاعر اللي هو مجد صديقه طريقي يعني. المسكتابي نعم وشكرا لهذا الحضور ونحن حننتظرك في حلقات قادمات وفي الختام أنا بقول لك يعني كل الأمنيات بالتوفيق. هل عندنا مساحة نسمع أغنية تانية؟ طيب إحنا حنختم لضيق الزمن حنختم بشكر وتقدير واحترام لحضورك معنا لكن إحنا أكيد حننتظرك في مرات قادمات. ختاما تقبلوا تحياتي وفريق البرنامج دوما دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.